إذا قادرة توجهي اليوم رسالة لأهلنا بغزة شو بتحكي لهم؟ بحكي لهم قلبنا معهن والله ينصرهن، والقرآن عدة مرات ببكي على التلفزيون لأنه حتى لما بتشوفهم تحط الأكل بتشوفهم إنه كيف قاعدين. حبيبتي يا خالد قلبنا عم بيموت، احنا كل يوم بنبكي عليهم، احنا على الفجر بنبكي بأي لحظة. أولادنا هدول شعبنا، احنا ما مش قادرين نعمل لهم شيء، بس قادرين انه بس الدعاء، بس بنرجع بنقول نيالهم احنا اللي بنحسدهم انه ما بحسد. يعني احنا اللي معطرين، بحس بالألم عشان احنا ما معهم وهن حالهم، ويعني هن بغزة واحنا هون. انا بوجه رسالة لأختي أم الشهيد بغزة بخان يونس، بقول لها إن لو إن إلي رجعون خيطة، ابنك شهيد بالجنة وابنك اللي قبله شهيد بالجنة، وإن شاء الله منلتقي بالجنان النعيم. بحس زعل يعني كأني أنا هناك مع صورة صور الدم وصورة الأطفال اللي هن وميتين، بحس بكثير زعل يعني وكثير هيك بتوتر. ولما تشوف هن كيف عم بيعانوا شو بتفكر أنت؟ إنه بزعل، إنه يعني إنه ليش يحتلونا، ما عملنا لهم شيء نحن. شيء فظيع، شيء فظيع إحساس. أنا بتفاجأ، أنا هون عايش بلبنان، أنا من غزة من حارة الدرج من بيت الخصين، بتفاجأ عايش بلبنان. كنت أشتغل على الخط بسيارة عمومي، ألاقي الإخوة الأهلنا اللبنانيين عم بيبكوا علينا، أطفالهم بيغنوا أنا دمي فلسطيني، أنا دمي فلسطيني، وشاعرين معنا كتير كتير. يعني بقول يا ريتني لو أني معهم، يا ريت لو اني انا كنت رايح، انا واخواتي كنا رايحين، بس ثابت انه ما قدرنا نكفي مصاري لحتى نطلع بالطياره على مصر ونفوت مرفح، ما من رفح، ما وضعنا مأساوي هون بلبنان. كلاجئه فلسطينيه عم بتشوفي معاناه اهلنا بغزه، بنتمنى نكون معهم، ما بنتمنى نكون هون. احنا اولى، فلسطين فينا اولى بدمنا بعذابنا اللي احنا عم نتعذبه هون، لا نتعذبه معهم نيالهم. بقول لك انه من هارين صرنا ناخذ دواء اعصاب، يعني بدي اقول لك احنا بناخذ دواء مهدئات عشان نقدر نتقبل. امرات بتقول بدك تعزل حالك يوم ما بدك تشوف، ما بتقدر، يعني انت روحك وقلبك معلقين. يعني احنا شعب واحد هون بغزة بالضفة، احنا عم نمرض، عم بيصير عنا كآبة، عم بيصير عنا مرض. يعني انا بقول لجوزي سكر التلفزيون، ما عاد فينا، بحس حالي حيغط قلبي عن جد لما بتشوف هاي المشاهد، لما ولد بقول لك انا جوعان، او ولد او بيحمل الولد ميت صغير، او يعني اتفاجئنا بالاطفال اللي عمرهم لا تتجاوز الست سنوات والاشهر عم بيمارسوا عمل بدل الاب اللي اعتقل، اللي اختطف، اللي استشهد، اللي قتل، عم بيمارسوا دور الاب والام والاخو. يعني عم نشوف ايات غريبه، ما كنا نحن كشعب فلسطيني في الشتات عشناها، ولكن هم أعطونا دروس أكتر من هيك. هاي الشعارات وهاي الحقوق واللي بتنادي فيها المجلس الأمن والمحكمة الدولية، هاي كلها طلعت كذبة، معايشيننا بكذبة كبيرة، هدول بحطوها بس لإلهن. شعبنا بإذن الله حر ما بيموت. والله يهدك يا أمريكا، والله يهدك يا إسرائيل. ولا يمكن بيوم من الأيام ننسى فلسطين، واللي أحلى من هيك إنه تآمروا علينا وشتتوا شعبنا وأخذوه على أوروبا، فكروا إذا حمل الجنسية الأوروبية حينسى فلسطين. بالعكس أنا بشكرهم على الإنجاز اللي عملوا هذا، لأنه أول شغلة بيعملها الفلسطيني بس ياخذ جنسية بنزل عن شيء. بنزل عن المسجد الأقصى. الحمد لله أنا بشكرهم إنه أعطوا لأهلنا الجنسيات لا يروحوا يصلوا بالمسجد الأقصى.